ضربة عسكرية أمريكية مباغتة تستهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية. سيناريو بقوة 9 درجات على مقياس العمل العسكري قد يملأ سماء المنطقة بالصواريخ والدخان. ترامب استخدم المسموح والمحظور لتحجيم إيران وقمعها، فاستخدم العصا والجزرة، روضها وعقبها، ثم قتل أداة تنفيذ سياستها. ترامب أدرك أن الوقت ضده فسرع عقارب الساعة، أقال وزير الدفاع بتغريدة وعين من يقول سماعا وطاعة بتغريدة أخرى. هل يفكر ترامب بضرب إيران؟ إليوت برامز ركب طيارته الخاصة وبلمح البصر صار في تل أبيب، زيارة للتنسيق وربما لتحديد الأهداف. قادة في الجيش الإسرائيلي يتشاورون مع وزير الدفاع الأمريكي المطيع. بومبيو ركب طيارته هو الآخر وتوجه صوب إسرائيل، وإذا سافر بومبيو تحقق السيناريو هكذا يقولون. فالوزير على رقعة الشطرنج يتحرك للضرب في جميع الاتجاهات. صحف إسرائيلية تقول الولايات المتحدة ستضرب إيران أو تعطينا الضوء الأخضر. الآن ترامب يجلس في البيت الأبيض ويده قريبة من زر صغير، إذا ضغطه ستتحرك الحاملات وتقلع الطائرات، وربما يفعلها بمجرد تغريدة.